اقول لكم مساكم الله بالخير. اول شيء اول بعد سلام عليكم بخلاف مساكم الله بالخير. يقولون شيخ الروف اخلاف يمكن يعني اطالعك دوم واقول في خاطري هذا اللي في السناب ولا ما له تركته زعيم السناب ما شاء الله عليك على الله يحفظك كان متاخر على هذا اولا ثانيا ما شفتك من زمان ما شفتك تتمرن من 3-4 شهور اي الصبح انت كنتي الساعه 7 ايوه ايوه الحين نزلت شوف انا مبوني اي من اصلي العشاء اي لاني ما في اخر العشاء لانه صايف الليل فاصلي ويعني اي تمرن زين مره من الحين وساير كل اسبوع بتمرن مره يومين لو ثلاثه ان شاء الله توكل على الله الله ييسر امورك وياك كم خلاف ان شاء الله اذا الله جعلنا الحيين اعتقد شيخ الروفه اعتقد شيخ الروفه اذا الله راد بنامس خلاف عادل يلا الخروفة على الله يحفظكم يسمونها خروفة بنت لشبيج بنت لشبيج معناها ان بنت ريالي خدم غزول يعني اللي خدم غزول ولا اللي خدم الالياخ ولا اللي خدم اليواريف شبك مال الصيد يسمونه الغزل يعني الرجال هذا ما باسم لشبيج لبوقت لشبيج لان مهرته يخدم غزول يسموه عاده لشبيج المراد ما بطول عليكم القصة يا الله يحفظكم ها ما بطول القصة وينك وين ايه انت بخلص اليوم المراد الشبيج توفت حرمته ومخلفه بنيه وتم هو عادي حاضي لبنيه بن عمرها 5 سنين لين سكت ثمان لبنيه سكت ثمان والريال هو امها وهو ابوها ويكدم ما يحوش ويلوش اللي هدا حق البنيه هذه ويعشق البنت عشق يموت على الأرض اللي هي تمشي عليها يشبر بنته ويذرعها كل طالع شمس من كثر محبته لها والأبو مسخر عمره كل ما يملك من قدرة من حنان فيه كل حقها لبنيه ما يبي يحسس بنيته انها يتيم فلذلك غادلها هو الأبو وهو الأم وهو الأخت وهو الأخو خطف زمان ويا زمان ولبنيك وصلت الحين حوالي 9 سنين لكن الرجال ابوي بحرمه الرجال ما يصبر عن الحرمه شو وصى واحد من ربعته قال ابوي فلان تيم طالع لي ابوي حرمه يكون ارمله ولا مطلقه اي كائنه تكون المهم ان تكون حرمه ستير ودينه تراعيني وتراعي بنيتي شوف يا عاد الرجال هذا لازم يحوط في الوكره من فريج لين فريج من عالي لين دار يدورون حرمة لقطوا الحرمة أرملة لقط له حرمة هرملة وعندها بنية مخلف بعد ميت رايلها مخلف بنية البنية عمرها 9 سنين الحرمة الله يحفظكم اللي لقطوها هاي الأرملة أم البنية من منطقة ينقالها نجمة لو سنين الأولية اسمها نجمة ما يدرى لين اليوم لو اختلف اسمها هاي الله يحفظكم ماخذ ريل الأول يسمون بديو ريلها توفى بديو وخلفها لبنية المراد صاروا حين الوكرة لبنية عاد شاورها الأبو ها ما يا شو رايك شفتي هالحرمة أنا أباها وهاي عندها بنية بتازم خت لك أنت شو رايك بيني وبينكم ما بفدمي فرحت لبنية فرح ما شيء كثرة وانبسطت وأبدا المراد ملت أبويه الأبو عرس وقزر وقت يبقى يعيش بنت مخلفة تبدي وبنته وبنت روحه برغد وشرار يبي يخلي حرمته وبنته وبنت روحه عايشات ابوي في رغد وشراغه ما حد متشرق لان حرمته مخلفة تبدي راعي عده وحرمته هذه ضارع المضايف والخير الوايد وهذا راعي ابوي الوكره ما يبي يظهر حق بنت حق مخلفة بديو إنها ضعيف يازم يكد صبح ومساء لأجل يشرغه زم أبوي خلاف يصك لين جدا دلمة ويوم يصير دلمة يب صوايق انزين الصوغة الزينة يعطيها بنته والصوغة اللي شوية أدنى يعطيها بنت حرمته وبنت حرمته ما عندها في الشيطان طريق تستانس ويا البنية وكل واحد عندهم يرضي بعد مخلفة بديو انزي هاي المرة الأولية ويوم دار بعد شهرين ثلاثة تنبوي وفي قيس شيء عندهم شمطري حد يسميه شمطري حد يسميه زباد المراد هو الاسم الأصلي يسمونه شمطري والودي هاي يوم يأ من قيس ياب 3 محابر
من الشماطري، وحدها كبر وحدها صغر وحدها صغر. محبره العوده عطاها بنته، واللي شويه هدنا عطاها بنت حرمته، والصغيرون ترى عطاها مخلفه بديو. ابتدت عادها الغيره، ابتدى كيد النساء وازمه الغيره. ابويه تطبخ في كبد مخلفه بديو من بنت عاد مخلفت بديو باهسة من اليوم مخلفت بديو من استوت الدنيا وهي باهسة غير حينة زادت في البهاسة. ومازمة شبد مخلفت بديو حرمت الشبيتي الشبتي هذا غير تحرها طبل من كبرها قيح ممزور على البنية. وكل من يوم يزيد الغيض هذا اللي فيها غادي بركان بركان في شبدها يطبخ كل يوم يزيد. السبب السبب على الله يحفظكم اللي ابوي يحب بنته وما يروم يبدي بنت الرجال الغريب على بنته. بعد ظني وطول هالوقت وطول هالسنين انت يا مخلفه بديو تعامل البنت زي ما زين لين عد ابوي هاك اليوم عاد. ابوي وازم كل من ظهر الريل يكد البحر تدوس نحاسه حق البنت وتكدها مكده اليهد. البنية عاد ساك عمرها 11 سنة وتازم يا ابوكم تخليها تخم هاك الحوي العود عاد وحويات الوكرة ما شاء الله تبارك الرحمن. يقول لك عاد الوكرة بالذات الحيشان حيشان الوكرة البيت لو صغيروني الحوي كم مكبرة وكل يميع الصبصوب. تعذر على البنية كل يوم تخم هاك الحوي بكبرة وتنخله نخال يوميا من يظهر اللبو. تخم وتنخل من عقب الشو من عقب الطباخ والغسال وتهب الثياب شو متغربله كدت اقول لكم مكدت البلاء. وكل من خطف يوم يا اليوم اللي عقبه عاد الحينه مخلفه بديو عازمه تدور شيء مصيبه عود بتخلص من البنيه. والوكره ما شاء الله تبارك الرحمن سمتها سمت الوكره مره على السيف يرعى قرب البر انزين. ويوم عدها اليوم البنية تبى الفكاك من مكدة العمة تعلقت أبوي في علبة أبوها قالت أبوي ما يردني راد عنك بسير وياك الصيد اليوم. تو اللبو تايح الغزل وتعبت لك في نص هاك الغزل بياحة ذراع ونص والباجي كله ديبة بس بياحة عودة فيها. من المتعارف عليه أن البياح من يسير يسير ضربة واحدة كله حجم واحد لكن الودي هاي لا كله ديبة وفيهن بياحة عودة وكم كبرها. نش عاد يوم لقط حينه هاي بياحة كم كبرها قال حق البنت ندوش ماية شلي البنت تعال نسيت أخبركم البنت اسمها قوت. قال هاي ماية حطي هاي البياحة العودة في الجفير وسيري بهجد البيت أنا من أخلص الحين ووثد شغلي إن شاء الله بعيك وبنتغدى بنقيل. البنية بعد ما يبها رمسة قالت إن شاء الله يبوي وهي والله. وهي ساير في الطريق يوم قرب البيت عزمت البياحة والبنية حين راد البيت عند اللم عند عمته يعني عبارة همها السمكة البياحة تلبط داخل الجفير واللباط ما بلباطن عادي لباطن قوي ومسوي صوت قوت يا قوت قوت يا زاقت عاد فقير قوت. الله الله في يا قوت رديني البحر رديني البحر داخل على الله ومن ثم عليك انك ترديني البحر عندي جميع العيال. الله الله في وين أروم أردك أنا؟ أنا رديتك أبوي بتدبقني دبغ السنة في دقيقة هاي مخلفة بدي وشر. قالت الهندوش يا قوت أنت رديني وعولتش مني أني أخليك أجمل بنت في الوكرة ينضربك الوصوف وعلى كل ما تحتايه لي يا قوت بتلقطيني قدامك عصاك اللي ما تعصاك بتازمين أجمل جميلات الوكرة. نشت أبوي قوت وردت أبوي البياحة في البحر وصارت البياحة عند عيالها وهي ردت عاد جد اللم. قالت حق أمها حق عمتها ندوش عموه ترى أبوي قال بالقطري ما أعرف شو قال يرمسون هالقطار ما بعرف المراد. دخلت أبوي عاد تتقرقع ولأن الجفير خالي وريحة السهج تفوت منه. ها شو بلات قالت أبوي بعد ما شيء لا أكذب كذبت عادي وهي ما كذب كذبت فقيرة قلت لك من الروع من هاي أم البهايس انزين بس سلامة على عمرها أسبتي كذبت ما
تدري ان الكذبز ما ترد له حله قوه. نشت ابوي قالت حق العمه ترى ابوي وانا جاي تنكم خطف ريال ابوي دفرني ومط ابوي السمكه البياحه ووازمت الحين بلي ودام جاي تنك انا يماي. شات يقول لك ودبغت دبغ سنفي وخلت تتنشق دمامينها سيلت دمها من خشمها يعني. ويوم ابويه بعد يا الريل قالت له ابويه عندوك ترى بنيك نشت ابوي جسمت الودام عطت سمكه وحده من ربيعاته. وهذاك عاد جاي من البحر وقيط وفتشه بين ترى بحر الوكره من يثبر يتغدي الدنيا مجرح قراح مدى. ايام المصايف كان عندهم في الوكره المصايف والبحر اللي في الوكره يظهر في شرات الكيزان يرح ريول وياي اللبو والقيض الدنيا كلها في ويتوز البنت توز اليهد هايش قبل تايز تنهى وعن اللبو تازها بعد مره ثانيه. شلكم انتو ازم ابوي اللبو ابو قوت شرات الحيسه في خنصر اللم ازم ابوي يسمع رمسته في وجلبت ابوي اللبو على بنته خلته ابوي يرد لها نحاسه وازم ابوي الصبح ومسيد بقها اي ترى كيد ازمت تكيد لها وكل من استوى شيء جلبته على بنته وازمت الزينه حق بنته الزينه البنته ولها والشين ابوي حق حرمه حق بنت الريل ولعبوا بالبنيه لعبه الذين كفروا المراد والطباخ والنفاخ والتنفيع وكل خدمته بتخدمها بنت قوت مسكينه واللم ويا بنته اللم وبنته ينسبن الخدمه هاي كلها الها وهو عاد دوم كل يوم يفاتل على بنيه ليتك الا تخدمي هالخدمه مثل ما يخدمن وليتك وليت يا غافلين لكم الله شو بيدري فقير والبنت بنته بعد مسودت ويه الا شرات امها. لكن اللي مريح لبنيه قوت ان المكدت التعب هذا كله ما تنسى شو السبب ترى تي البياحه تساعدها. بنيه ما تنسى الشقا شو السبب كل يوم ترى البياحه قالت لها ان رديتيني البحر في كل شيء انا بساعدك. قوت ما بمثر فيها التعب ولا عليها باس ولا بمتكلفه متكلفه من فراق اللبو. اللبو تغير على البنت. ترى نسيت ابوي اخبركم ابوي ومخلفه بديو من تحيد ابوي رايلها طرق صار جدا البحر حطت سويعيه تحط ابوي سويعيه تفوق راسه وتقود بنيته وتازم تعور من فريج لين فريج من بيت لين بيت وتخلي المكد على هاج البنيه. عدى نهار ثاني ازمه ابوي قوت تصيح يا عين اللي ويا عين هاتي تشاكي البياحه يا البياحه متى الله بي يكشف الغمام متى الله سبحانه وتعالى بيكشف الغمامة عن عين أبوي وبيكتشف الحرمة هاي مخلفة بديه وتراها شريرة لعبة بي لعبة الذين كفر. قالت لها البياحة أبشري أبوي إن شاء الله فرج الله قريب وصبري ما شي باجي قريب إن شاء الله الأمور كلها بتتيسر. في الوقت اللي خطف أجمل جميلات قطر يقول لك كان من الوكرة الزيلة في الدنيا كله كان في الوكرة. في قطر شيء منطقة الله يحفظكم يسمونها الريان. الريان هاي فيها أمير. الريان هاي كانت روحها مكان معتزل روحها أمارة من غير هي هاي الرمزة قبل أميات السنين إذا ما بآلاف السنين ولا أميات هي كانت الريان روحها أمارة مثل مملكة روحها. أمير الريان يبي ياخذ أبوي حرمة من الوكرة وقالوا دوروا لي هو يقول دوروا لي أجمل بنت في الوكرة. ما خلوا ابوي بقعه قبل يراووا بنات مسيعيد وراووا بنات الخور وراووا بنات الدفنه وراووا بنات ما خلوا مكان. قال ابوي الامير ما اريد ابوي الا بنت من الوكره من الوكره ودوروا لي اجمل وحده ما بينهن وبصير بطالعها. شن عاده ابوي رواعي الوكره ما في الدميم عدلن بناتن وزيننهن وخلن ابوي كل وحده يغير سيف مصبوغ. خلاص عاد قرب اليوم الموعود وحين مر باجي الا كم من ساعه بيوصل الامير الوكره حق يطالع البنيات. خلفت بدي وما خلت شي ابوي ما لبست بنته من قمت راس لين قاعت ريولها خلت ابوي ترهش ها ها.
مخلفه بديه ومنبونها ابوي راعيه خير وياي وياي بذهوبها وياها عندها مرتعش يسمونها بندر حصيرو هاي لين تحت المحزن. لبست ابوي بنت المرتعشه ولبست بنت المرامي والفتخ والطاس وما خلت شيء حتى الحقب لبستها. شي عاد قبل ما تظهر تجلب يونيتين في الحوي يونية حب ويونية تشعير وعزرت على قوت الحين قالت حق عاد قوت اها رد بويه البيت ان لقطت ابوي ما عزلت الحب من الشعير بزوالك. قربلت شالله يا مخلفة بديو جالبت لها يونيتين يونية تشعير ويونية برتبات عزل هذا من هذا عزل الله راسك عن يسج. وخلت ابوي ليواني عداه قالت هاي يونية الحب وهاي يونية الشعير اي يونية الحب ممزورة مشوشة وهذيك كذا الامثال. ونشت ابوي عطته هي وبنت الجافي وطرق انسارا جدا الاحتفال وازمت عاد البنية قوت اللي يا عين هلي ويا عين هلتي. ومن نشت ابوي ودبرت خلفت بديو خالفت البياحة وتيب ابوي ميع العصافير اما رتب تعزلن هذا من هذا. نشل ابوي الطويرات ليابة البياحة وعزلن ابوي الحب من الشعير هذا حطوه في يوني وهذاك حطوه في يوني وشجوه ودعوا شيت الله يحفظكم البياحة. وعطت قوت خلخال حد يسميه مطل حد يسميه خلخال لبراد انه خلخال وقالت لها الموكب مال الامير بيخط من قدام بيت قونقوت وشي مشرب مال الخيول جايات عطشانه والمشرب الخيل قدام باب قوم قوت نشي انت يا قوت وعقي الخلخال هذا في الحوض قدام بيت قوم قوت السبيل مال الخيل ونشي يا بوتي وقولي لهم انت يا البياحه شو مدهاها بعد هاي نحد شايف النار بارد والله ما في النار بارد النار ريتو شي فيها بارد النار ترى نار. المرأة قالت الهندوس قوت عقب والخلخال مالك هذا داخل الحوض أول ما تبادل الأمير بيشرب خيله من الحوض البرتشة هذه تو الخيل بيشرب الخلخال مسوي له صليج وتشز الخيل بغي يطيح الأمير من فوق الخيل نزل أبوي بطالع شو السالفة يوم وايد ولأن شيء الصالق اللي زيغ الفرس نش ابوي وحط يديه ويظهره ولأن الخلخال ذهب يتصالق نش ابوي عاد وقبض الخلخال في يديه وصار عاد وين بيتيمع البنيات ونقع عاد صايح وموصل هناك نقع الصايح وقال ابوي اللي بيي في قياس ريولها الخلخال هذا تراه هي اللي انا بملك عليها وعزمت كل وحده تبغى تكراعها شيء منها ريولهن يا غير طبانة وشيء منها ريولهن محيسات وشيء كرف وشيء سرك شو بقولكم الحالة لله هاك البنيات لمراد ولا وحدة منهن بنات الوكرة يقياسري لها الخلخال فجأة تدخل عليهم عاد بنت دخلت عاد عليهم بنت لشبيتي دخلت عاد عندهم بنت لشبيتي ومداز بالحيل كله والعقوز زلي والفرقة من حلب واليا ولابس ابوي هاك الهندام الغاوي والريح اللي تفوتك الشمطري ميود من هاك اليوم اتروحت بهاك الريح الغاوي حاطه شويونه من الشمطري ليش ترى الشمطري اللي هو الزباد قله زباد وكثرته سماد مقبول من سنين الزباد الله يسلمكم ينحط ريحه شيء بسيط في اي عطر يخليه يتخبل يا غير نكثر حد من الزباد ما يتعطروا بروحه لازم ينخلط بويا شيء المضرب هذا ابو 10 تول ينحط ربع حبه القهوه الوزن من الشمطري فلذلك انت يا اللم وانت يا بنت متروحات بالشمطري روحه فازمت ريحته تحت الحايمات واللي فاز منه ابني غنت خدمت لها هاي المخمريه الغاويه البياحه وروحت بهاي المخمريه الفنانه لا والزباد يحط الريحه في المخمريه من دخلت عليهم الناس كلها زاغت شو هالزين اللي جاي انبهرت العالم انت منو بنت قالت انا بنت الشبيتي توها مكمله رمسته قالت انا بنت الشبيتي عفدت ابوي مخلفت بدي قالت كذب حيد وامرن بعيد هايك محوحوه ولا تتشاهد ابوي بنت الشبيتي محلطه
وريحته من هجه وراسه قطاقط والحوحاوله في الدنيا كله فيها. نشت عاد تربعت عاد بقوت ايها بعد قوت هينا تربعت قاعد سمعوا يا من حضر ترى هاي مخلفت انا طول هالسنين صابره لجل خاطر ابوي لكن الحين انا هذا ما بي وها فعلته وها تركته من يوم خذها ابوي لين اليوم وهي لا رافت بي ولا حنت علي ولا راعت الله في وكدتني مكدت اليهد ومن هاك اليوم لين هاليوم لين اليوم الله فرج واني اخدم واشل واحط وحطب وروي وهي كلمه شكرا ما قالت لا هي ولا بنته. سمعوا يا من حضر انا من شجع ابوي وقلت لابوي سر لين نجمه وخذ الحرمه هاي حرمه زي هي كانت زينه لكن ابوي انجلبت شر عقب. الغيره شو تسوي؟ يقول لك الغيره تحرق وتسوي قراحه كبر البراحه. زين لكن سمعوني يا من حضر انا يعني الله يحفظكم كذب كذبه وطالبه من الله ثم انكم تسامحوني. يوم انا هاك اليوم كذبت وقلت ان ابوي السمك سرقها ريال وهي ابوي السمك ما بسارقها ريال السمك لبياحه هذا علمها وهذا خبرها من اول شيء لنا. وبشيركم ان لبياحه ابوي هذه هي اللي متعبله مني هي اللي تساعدني تخم عني وتحطب وتروي كل شيء تقوم به لبياحه. والابو ايش بيجي حضر يوم سمع قصة البنت آزم عاد يعين هلي ويعين هاتي ويقبض هوز أسود هناك هوز أسود ويازم يرطخ أبويه مخلفة بديه وعلى طول ظهرها وين يويعج لين وصلها نجمة يايبنها أبويه مخذها يايبنها على مطية هو يقود بها ورد بها أبويه هو راكب على المطية ويشوخطها بالهوز على طول ظهرها لين أبويه ويه نجمة. يوم وصل أبوي ويه نجمة عق أبوي عليها يمين الطلاق وقالها أنا أبوي بري منك أنا بري منك مثل ما تبرى الليل من نهار لا بركتن فيك كانت خليتيني أبغض بنتي وأتبغها هاك الدبغ كله لا بركتن فيك. نش أبوي أمير الريان وخد أبوي بنت السماج بنت راعي الوكرة وشل أبوي العروس وركبوها ابوي بهاك الهودج وساروا بها ابوي بليل لين وصلوا الريان وتيان معني يميع الميات وسادوا الاحتفال. ونشي على الله يحفظكم امير الريان وبنى هاك القصر ورا قصر حياه الشيخ احمد بن علي حاكم قطر الاولي يعله الجنه. وفي هذاك القصر اللي يغني يا ليل اللي ما شيء كبره قصر في الريان كانت تعيش الشيخه مريم بنت راشد بن سعيد ال مكتوم. هي نعم الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم مخلفة الشيخ أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر السابق. وما شاء الله تبارك الرحمن الله أرزق الشيخة مريم بنت راشد يميع العيال من حياة الشيخ أحمد بن علي اللي هو حاكم. وبعدين على التوحات أزمت يوم قوت تبى الخدمة الزينة والريح الغاوي والهريسة اللي تتمايط تسير على بنت راشد. ونشي رعاية الوكرة وتعلمي هاك الرم الغاوي من بيت بنت راشد بعد رم بيت بنت راشد ينضرب بالوصوف رمهم. وهاي خروفتنا اليوم وقفت والسموحة مجابكم يلا تصبحون على خير باكر شي رمس وايد تعال باكر شي عرس بعد في نادي الضباط. هي والله شي باكر عرس في نادي الضباط يغير ان شاء الله باكر الصبح حط لكم البطاقة بخبركم بالبنت وبنت البنت. يلا يمان الله تصبحون على خير. دي اقول لكم هاي حرمه طرشت لنا قالت لي بي عيبك سفره هي عباره عن سفره يلا اوبنت
عبارة عن أصماط أظن حق نفرين ثلاثة أربعة خمسة ستة حوالي 12 نفر يعني ضمن المكان هذا ينحط لك في النصيف واللوادم تشاهد شكله عملي شكله فنان يعني يتربع ويطون يحطونه في الراب ماله لكن هذاك شفته أحلى المشي يلا عادة قفضان عزر عليه انت عزير هاتشيفته احلى ما يندرب سعرها على كم هذا مخرج شكله والله فن هذا خير عن اللي هاي مال الرول اللي يشلونه ويعقونه وما ادري انا ما افضل هذا الرول المشير مال ودي وحده عقه ان الرولات هاي لك يصلحن حق مطاعم يعني لكن حق بيوت اظني هذا بعيد اخير وانظف و بصمات يضم وايدين يعني هو إذا عيالهم ضعاف 1 2 3 4 5 يعني بيضم 12 آدمي كانهم ضعاف وكانهم عادمتان ست هير وين نو أنت بكبرة ست هير هي لا لا حتى لو متان هي حتى لو متان أبوي يضم يلا هرب عنا ترشيت انه ما ترش لا ترشين ما حد عندي منو وين بحطها البيت ممزور وعزرت الا ترش من دبي مع عندها تبهد في خاطري هالنواتق ابوي ما تظهر له من هالدبي كل امر غريب وما حد وناتق يظهر له من عند هالدبي سعرك كم مني هاي ام سعيد انا ما اعرف فعل الله يحفظها حرمه طيبه يبين عليها يا غير انا ما اعرف الله يستر عليها تقول إن هي اللي بادعتنا يعني هي اللي مبتكرتنا الموضوع هذا الأصمات ذمة التعادة Thank you دواركا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تعال 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 ياي الحين من ياي 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 عليك السلام تعال ياي حطه يبرد تعال ياي هنا يا سلام هذا انتاجك انت ايوه ما شاء الله عليك هذا بريح مكران وهذا بقدونس لو كسبره هذا بقدونس هذا رويد شوي ونرويد اقل خذ النبر ما بياكل انا بس اكل اي بس طال النبر وايد ما بياكل كلك حديد العيب يلا يلا عرفوك الو انا نسيت اقول لكم شو سبب اللي حطيت المسج هذا الرجال اللي كاتب سحال الزوره هذا الله يسلمكم طرش تعليقه الرجال هذا بمحتوى معناه يعني انه يعني شو هذا بعد تفضل حفل استقبال ما حد يكتب غلط هو يعني انت الحين متاكد ان حينه هاي مطبعه بزمها وعراها يسمون حفل استقبال المعرس وابو واخوته يستقبلون العرب كان انت ابوي ما يازت لك الكتبه هذه انتظار يقولوا لك حفل زار يدعونك على حفل زار ابوي واللي ضاري على مواد الزار وفرشه الماري وحجره المكيت ابوي هذا ما يوز له الاستقبال عاد ورد علي هو بمحتوى الكلام ان يعني اسميك ما قصرت بس بغيت اخبركم بهالموضوع يلا بارك الله فيك دام يا سيلا يلا 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 تعالي ياي تعالي ياي ورد وشال الورد ما شاء الله ما شاء تعالي ياي ها بالطرف هذا بارك الله فيك وينو تعالي ياي ما شاء الله ثانك يو دواركا
Why you are not smiling? You are now smiling? وين خدتها؟ خلها 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 خدتها وين؟ سر سر فتشها فتش عنها خلها تي ويا خدتها. مطلج واحد مسكر على الثانية. شوف سبحانك يا رب ايش قاعد تتمردق. تتحرى هي رملة عادت حتى فقيرة تتمردق عليها. حليلها. بس سر 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 انت عنها. شو؟ سر الحين وين بسيرون؟ تعال تعال يا ايت تعال. وين بسيرون؟ تعال يا ايت تعال عدالة. محاكمة عليكم. وين بسيرون؟ روح هذا مكتمل. انشورس مال شو؟ مال هو مال صحة. ما الحين صح انتم ما سويتوا له مال صحة؟ لا لسه ما في. كيف بنسوي قائمة تبعك ما سويتوا له صحة؟ يلا يلا يلا. ايه صلب طولك انت هناك عند العرب. هل تيجي تفضحنا؟ اسر دقيقة انت ما سويت انا ما في موجود. رد هنا ابوي فوق هالصنعيل. رد هنا داخل بيتهم. ولا سكر باب الحوي. وقف انا سكر باب. هي وخبر اللي عند الباب ما حد يفتح الباب. انت تكفى خمسة. وين ساير انا الحين؟ انا صار النهار ساير على الله يحفظكم الجوازات اسوي الاقامه مالت مكران تكنسلت تحيدوني وهالتعب وهالغربال كله نتيجه التسرع لاني كنسلت له وعقب اويت عليه على هالاساس الحين ساير سويت له مفروض اني ما اكنسل له بس اتحلف له ولكن غير الحين لا حول ولا قوه اللي يضرب عمره ما يرد يصيح ما باليد الحين كل هالوقت يا سدور موقف كل هالوقت أظني 45 دقيقة من يوم سكرت عنكم الساعة رحمني براعي شو اسمه براعي المكتب إني عارفني وطرش الهندي ياخذ معاملاتي والله إنها مصيبة لا اليوم الجوازات بزودها عادة الجوازات اليوم بزودها غير نمونة ما تشفت اليوم هالنمونة ما تشفت لحظة حصلت الموقف الحين الساعة 12 ونص بعد طول عناء يا رب البيت والحرام من يومين ما قالوا إن بي يوم الثلاثة مطر وما أدري شو عيل هلاهوب شو هذا هلاهوب اللي إحنا ناس وين يا يتني عوين ما صلت على النبي طار الجوازات قمط برجة خلص اليوم داخل أول واحد وظاهر آخر واحد سالفة هاي سالفتكم أنت لا واليوم شيء متعين عرس بعد الحين عقب صلاة العصر مثل الرقاد مثل الغداء مثل العلم مثل الخبر هاي مصيبة أقولكم وايد المسجات ليت بما معناه أن اليوم لأنك أبوي ما صورت صلاح أمورك تعقلت ما تيسرت شو بيديم الحيلة اليوم ساير ويا اخته ساير ويا اخته مستشفى كليفلاند عندهم مراجعة الحمد لله بعد مخاوين شما ما قصروا تيسرت الامور وخلصت يا غير انا مبودي ساير اليوم سيارتي لحد مخالفة ولا ما حد يسيل جوازات لا يا الله على توني واصل البيت واليوع اللي في الدنيا كله فيه آنس تشبدي غير تحرحرها سكاكين مليوع يوع عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير ختلت تقريبا نص ساعة لكن زينات نص ساعة طايحات زينات بلاها واللي أحسن عن هالموضوع كل أني ودرت الجسر مال نادي الضباط اللي ساير عسبها اللي بيوديه جد المعاريس وأنا بهدرب وياكم ودرت اللفة والطريق ابوي بيازم طريقي لكن ما علي ما شي مشكلة يعني ارادة الله يعني خمس دقائق شوف هذا الطريق من وين يا ابني شو بقول لكم الله اعلم
كلها دروب، عمان كلها دروب ما شاء الله. ابو ظبي وين ما تحط ريلك تسلك، كل مكان يودي وين تبى. هذا الحين هاي الزحمه كلها خاري، لك ما دخلت محرم الفندق. اعتقادي انا ان ابو المعرس سبب هالزحمه كلها، اعتقد يعني. شو السبب؟ لاني ما كنت حضرت عرس الا وهو موجود، على الله يحفظه. ما كنت حضرت عرس نستويت يعني، تخيلوا. طلع عليكم زحمه السجاير، كل الباركنات في اللين عينها. شوف ما حد تنفد، هذا طرف واحد يوسف اسماعيل ابوي هو ابو المعرس هذا. زين يوسف على الله يحفظه ما يخلي حد في الدنيا ما يوصله. هذا يلا الله يحفظكم عرس ولد عمار، عرس ولد عمار حسب شيء كثير معكم. ما بيعرفوا اللي بصور، لازم اصور كنت انت يوم ما بصور كنت بصور ابنه. ها على الدرب لا يا ركلا بتزين كله. ما شاء الله ما صورك حسن، انت ما تفيزرت وراي الا تبى تصوير. ارمس مرحبا مرحبا ابو يوهر، مرحبا ابو يوهر، مرحبا ابو يوهر، كيف حالك؟ كيف انت؟ صدقت يوم قال لك منور؟ يا كذب. لا 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 يا كذب، بسم الله عليك. تصيد ابوي حق الكمبني الكبار انا، وين كلها وكلهم حاصر، كلهم وراي ها، حد قدام وحد ورا، كلهم كمبني ما شاء الله. هذا ابو المعرس. نعم ابو المعرس. ابو المعرس يا ابو المعرس، ابو المعرس تباركتم تباركتم. لا تقولون لي حتى في الدنيا العود ماية. ها ها شوفوا صدقات تسوي. هذا ابوي اللي ويب من العرب، الناس كلها تويب منه. ما حد تم في الكون وهو ماية، كلها العرب يت، كلها العرب يت اللي في الدنيا العود كلها. ها شيخ طحنوب بن سعيد، مشايخ كلها، ما حد تم شيخ في الدنيا العود وهو مايا، كلها مشايخات. نعم لا ما شيء بسك ابوي، لا 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 تمت ابوي مشايخ ولا تمت كمبنيه، كلهم يوم ابوي صوروا المعرس هناك، المعرس بارك الله فيك. المعرس ابوي المعرس انت المعرس الحين بنعدل لك اياه، خالدي بنزله. ليش
ايه اللي من كان ما عرست تنقالها ريل ابوي، ها اللي من كان ما عرست تنقالها ريل، ليه ما تنقت اليوم ما لا تتنقى غير اليوم. تبى دكتور، اللي تبى كمبني، اللي تبى ابوي شيخ، اللي كل الفئات العمرية والانواع والمستويات كل حد موجود اليوم. اللي تبى جامعي، اللي تبى بروفيسور، اللي تبى كل الفئات العمرية موجودة بجميع الأطياف، بجميع من كل قطر نقلية، كل موجودين. الأغلبية كلهم تيار، ها شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، على الله يحفظهم. عرفونهم عاد هاي محمد وخليفة وزايد، على الله يحفظهم. عرفهم ما شاء الله عليهم محمد وخليفة وزايد، زايد وخليفة ومحمد توائم ما شاء الله عليهم. محمد بن سعيد، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابو سعيد، مرحبا والله مليار مرحبا. بايقكم بايقكم
لين الحين ما شاف العالم توافل لين الحين المكان ابدا فر حصاته ايش للالف ما شاء الله ما شاء الله ايه حيث الوافين الوافي بويك لحد بيه لي واصل العرب الناس بتواصله هذا ابوي يتخبر يقول راعي الكاسر هذا ليدق الطبل نعم. هالدق الفنان من هالوين هل العين خوي وشوف ريجك اللي انت ربيت فيه يا الله زاخر يا رك الله بكل الدق الكاسر الحمد لله رب ابيض وي مخلف يا سلام هاي يوم نقول مخلف هذا يا سلام يا هذا هو يا سلام نعم محروز الله محروز راعي الحين الكرت اللي انت توني صورته نعم. هذا لكم انتم نعم فرقتي خاص زين نعم بشيرك ان فرقتكم الفرقه الولايتيه قدها وقدود رقم واحد عاد هلا هلا اللي بيطلبونكم يا الله عيوننا تفداهم هلا هلا فيهم روحنا وفي عيوننا فداهم لا تسمتون عليهم السمات الوايد حش ان شاء الله من بياض الوجه ان شاء الله الله يرحم والديك الله يرحم والديك ابو خالد نعم العزيزي نعم اسمك روحك شو مصبح خلفان العزيزي يا رك نعم يا محروز محروز يا ابو خالد وياك الله يحفظك فيكم البركه امين يا رب ان شاء الله بحيث لا تحلمون امين يا رب وكل حق ابويا زواك يخفون علينا متصوين اها يخفون علينا من التصوين الحمد لله رب العالمين الله ييسر اموركم ويحفظكم ييسر اموركم ان شاء الله يعطيكم العافيه يعافيكم ويعفو عنكم على الله يحفظك السلام عليك ريال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تبي تعدل دروسك؟ ولا رديت علي؟ شو تبي تعدل انت دروس القاويات ما شاء الله عليك جزاك الله خير والله انت فنانات وقاويات على الله يحفظك شيخ هزاع بن زايد على الله يحفظه ابويا حين يوم انا يا ابن عليان حين يوم انا عديبك اكثر من 40 سنه وين بتذكر وين بدك 40 سنه عديبك الله يعطيك الصحه والعافيه وهاي الساعه ساعتك كبرك وهاي الساعه المباركه ان شفناك يعلى الله يحفظك الصحه والعافيه الله يعطيك الصحه حالكم كيف انتم يا مرحبا يا مرحبا حي هالشوف الله يعطيك الصحه والعافيه
سلطان بن عبد الله والجماعة أخوي كلم أخوي حد من هل البطين حمدين تزايد حد كلم كل أخي شاب مال أول سعد عبد الله مسعود ابو حميد شحالك ابو حميد كيف انت لا خليت منك الله يسلمك يا حبيبي هاي يوم يقول لك امه الثقلين هذا ابوي امه الثقلين الحين اللي ظهروا وكثر هاي الموجودين بألف وديه ما شاء الله ما شاء الله لا تقول ما قلت لك ابوي كلهم يحبون تعدد الزوجات الاقلبي ابوي اللي من كنت بريل تقول ابو خلاف دور الريال الحين ويحضره من كل اسمك فيها كل نمونه حتى شريب الدو موجود كل شيء بشويته البدح القابطه كل نمونه موجود حتى اللخمه موجوده اللي ما موجود بس الشيري الشيري لا والله هذا وثره شوف انت يا المعرس الحبيب مبروك 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 تستاهل ان شاء الله مع عيالك مقدم العقد مقدم هذا منو هالفنان خذ له سلفي طالب اي ها طالب سلفي معاه عند ابراهيم المحمود أنا الحين انت تبني عندنا بيتنا ومتبه تحول والله العظيم انا ساكن هنا لكن اقول ما خلصت لكن ان شاء الله ساعه والله بيها ورق اي نعم الساعه طيبه الرجال طيب ادري بعرفه انا ابو هذا ما اعرفه انا خديت خشبعين مرحبا 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 حيا الله سيدي محمد بن عبد الخالق يا مرحبا عيزوا المعرس المعرس عيزوا عيزه ما شاء الله تبارك الرحمن كل عراسهم الخورية اسمة الخورية من يستوي عندهم عرس اتيهم أمة لا إله إلا الله سر السري على الله يحفظكم أكثر عرب تواصل هم الخورية لو في حزن ولا فرح أيا يستوي عند اللواد واصلوهم لو مدخلانية مدخلانية عند الناس كلها كانهم في أبوظبي تعنوا لين الفجيرة كان في فرح ولا حزن يداخلون العرب هذا سيري الحين وداخل بيتي بحفظ الله ورعايته ان شاء الله اني بين اسبوعين من الخير في احتمال اسير الجن وفي احتمال لا